النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. إذا تأثرت المملكة اليوم بمنخفض جوي صنف بأنه من الدرجة الأولى إلى الدرجة الأقل وفق مقياس شدة المنخفضات الجوية الذي جلب بعض الأمطار إلى مناطق متفرقة من المملكة، لا سيما المناطق الشمالية الشرقية. آخر طبعا توقعات تحركات الكتل الهوائية بالنمذجة الحاسوبية تشير طبعا هذه التوقعات إلى تحرك هذا المنخفض الجوي المشار إليه بتلك الألوان نحو الشرق والشمال الشرقي مبتعدا عن أجواء المملكة بشكل تام، في حين يحل محل ذلك اندفاع لهواء أكثر دفعا. كما نلاحظ هذه الألوان مرة أخرى، إذا تتحرك هذه الكتلة تدريجيا باتجاه الشمال الشرقي مبتعدا نحو هذا المنخفض الجوي مبتعدا نحو العراق، وبالتالي انحصار تأثير هذا المنخفض الجوي عن أجواء المملكة. إلا أن درجات الحارة في القرب من سطح الأرض المشار إليها بهذه الألوان، الألوان التي يعني لونها أخضر، تشير لأن بقاء درجات الحرارة تقريبا ضمن الإطار البارد. فكما نلاحظ هذه درجات حرارة نعرض اليوم، غدا الجمعة تبقى المملكة ضمن تأثير ذات الكتلة الهوائية تقريبا الباردة، الأجواء تكون يعني بالرغم من الارتفاع المتوقع درجات الحرارة لأنه يبقى الطقس بارد بوجه عام. أما يوم السبت فيبدأ انسحاب تدريجي لهذه الكتلة الهوائية الباردة نحو الشمال، ويحل محلها تقدم تدريجي لهواء أكثر دفعا، ولكن يستمر بعض الوقت لحتى يدخل إلى داخل المملكة. فكما نلاحظ هذا خرائط يوم السبت، ما زالت الكتلة الهوائية الباردة تقريبا قريبة من أجواء المملكة، ولكن تقدم أكثر للهواء الدافئ نحو الشمال، ويستمر ذلك بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القادمة. بالنسبة لهذه الليلة الأجواء تكون إجمالا باردة في أغلب المناطق، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 6 درجات مئوية، رطب الأجواء، هناك فرصة لتشكل الضباب في ساعات الليل. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، كما نلاحظ إذا يوم الجمعة غدا 13 إلى 6 درجات مئوية، ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت 18 إلى 9 درجات مئوية، وتبقى في نفس الإطار من 16 إلى 8 درجات مئوية يوم الأحد. يميل الطقس يوم السبت للدفء قليلا في ساعات النهار، بينما يكون يوم الأحد دافئا بوجه عام في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، ويكون باردا نسبيا في بقية المناطق. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا الجمعة في مدن ومحافظات المملكة، نستعرضها سويا، نبدأها من المناطق الشمالية في كل من إربد وجرش والمطرق من 15 إلى 6 درجات مئوية، في عجلون من 13 إلى 6 درجات، في البلقاء والعاصمة عمان 13 إلى 6، في مأدبة 14 إلى 7، في البحر الميت من 21 إلى 15 درجة مئوية، في الزرقاء من 16 إلى 7 درجات مئوية. في المناطق الجنوبية في الطفيلة 13 إلى 7، في الكرك 14 إلى 8، في معان من 17 إلى 6 درجات مئوية، في جبال أشتران من 12 إلى 5، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، وتهبط الصغرى إلى 15 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون في رشد من 18 إلى 7 درجات، في الصفاوي من 17 إلى 6، أما في الأزرق فأيضا هي من 18 إلى 7 درجات مئوية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال.